بس عفوا ما عرفتش انت مو تشتغلي عند زوجي؟ ايه اشتغل عند زوجك بس اليوم بتشوفين الكابوس اللي بيدمر حياتك. كابوس؟ مو تقصدي؟ مو تقصدي؟ انا مرت رايلك اللي خطفتي مني خطفت الريايل؟ تهشم لحقوا يا جماعه لحقوا 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 قاعه الحريم يقول لك معتب ساعه فيسه افا خير صاير زوجة بشير ثانيه يقول لك دشت عليهم بواريك طايحه رموش ضروس فيها ابتسامه هوليوود كل شيء كل شيء كل شيء ايه وش زوجتي الثانيه انت من اللي قالك اني متزوج يا جماعه الخير ترى انا ما تزوجت ولا عندي الا واحده بس عبد الحميد لا تسكت له ترى متزوج على اختك اختك انت مو باختي فرج واللي يرحم والديك ركز شوي الله يخليك بشير انت متزوج واحده ثانيه ولا لا اقول يمكن ويمكن معقوله معقوله ايمان تهورت وخربت العرس علشان اتزوجها بشير بشير انا قاعد اكلمك انت مو متاكد انك متزوج ولا لا يا جماعه الخير ما تزوجت انا ما تزوجت انا اقول يمكن حب من طرف واحد بس حلو بدارك صاحي مجنون انت قم 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 انت وياه قم خلينا نشوف شو السالفه قم يلا 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 قم انا ايش دخلني ها انت اخو المدام انا اخو المدام اي انت شايف كذي امك فيا يلا 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 شباب يلا يلا امشي يلا يلا قم قم بسرعه بسرعه قم اخ يا رفيقتي اخ بس انا شو عملت لك في شفتيني ما خليت فيها عظمي عالتاني تعوست بإجري عضيت بمخارة يمي صريخة وصل لآخر الدنيا آخ تستاهل زين سويتي فيها عاد أنا توني بامد يدي وبضربها كان تخلص الهوشة بس بصراحة قوية كسرت عظمانة أمي يا أمي يا أمي أقول لي شمولة إيه؟ قومي قومي رتبيني قومي رتبيني منين بدي بلش؟ منين بدي بلش؟ ما
قالت لي شغل 10 ساعات من الصبح انا عم بنحت فيك. ايه حبيبتي لازم بتنحتين فيها لان هذا مكياجك ما عارفه اصلا انت وين جايبته. بعدين تعالي بقول لك انت من قص عليك وقال ان انت ميك اب ارتست. ليكي اسرار ليكي شو بك من اول ما تعرفت عليكي بتكسري لي مقديفه. حبيبتي قالوا لي دخلتي كانوا يجوا من تاني ضايعه لاعمل لهم مكياج. ايه قصين عليك لانه اقولش انتي سكتي سكتي انتي سبب المصايب انتي وانا اش دخلني وانتي انتي صلحي صلحي ما افسده الدهر. يا فرحة ما تمت هذه الفرحة اللي انتظرها من سنين كذاك تستوي انا يتزوج علي الخاين. معلش يا مريم استهدي بالله شفيك يمكن في لبس في الموضوع. أقول خالتي حبيبتي روحي شوفي الصارع المسكينة يمكن ماتت. سكينة نحرش بتوياه. خلي أروح أشوف شو السالفة. زين خذيني خذيني معك. أمشي يا أم العلوم أمشي. وانتي كملي شغلك. شو بدي كمل لكمل ما كله صار زراء وسواد كيف بدي غطي أنا. أقول ليش لا تعوليني راسي. اشتغلي اشتغلي بلقم تشتغلي. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا شو شوهت وجهي ولا هذه كفو ريلي تزوج علي الدلخم. تبعدي يا محمد ربك زين ما ذبحتك لو بركة عليك بدك طعم فاسك. بعدين معلش ما حتى لو ريلك تزوج عليك ما تدشين على الناس تخربين عليهم العرس. حبيبتي انت ريلك ترضين ياخذ عليك الثانيه والثالثه والرابعه. انت شوفي خشمها كم عملية تجميل يبيها. أنا لو منك حبيبتي بروح الشرطة وبشتكي ولا راح أسكت وبقول كل الأسرار. إبليس أنت إبليس شذا رجيم حيرك طنتي. سكتي سمعي يا يمه والله ما عمش أقول لك ترى بشير ما يستاهل كل اللي تسوونه عشانه والله ما يستاهل. حسبي الله عليك يا بشير. أي بشير أنت مو برايلك بشير. لا ويا يمه ركزة يمكن من الضربة فقدتي الذاكرة. ريلك عطول اسمر؟ لا ريلي اطول مني وابيض. ويه تغربل صقر المره مخربطه في القاعه. يا يما انت مخربطه احنا غيرنا القاعه. خلا اروح ابشر مريوم. اقول لك حبيبتي رفيجاتك اللي كانوا معاك حزت الهوشه شلوا شلايلهم وراحوا. حبيبتي هذيل صديقات ما يترافجون. يا امي حظك حظك. ابشرك ابشرك يا مريوم. مو هناك مو مستوي. بشير بشير طلع مو متزوج. والحرمه بوقات وكسحتنا مو موضوعها. وي الحرمه وعليا داش القاعه بالغلط. انت متاكده؟ ايه متاكده. شلون مو متاكده؟ مو بحنا غيرنا القاعات وعليا تبي تروح القاعه الثانيه دشت هني. وانا اقول عاد معقوله يترك هذا الجمال؟ اقول لك خشمي كم محتاج عمليه ترميم؟ هو ترميم بس ترميم وتجميل وتغيير جلد. حبيبتي انت حتى لو كنت قلطانه في القاعه المفروض ما تسوي فيك كذي. المفروض ما تعنفك. المفروض ما ترضين انها تضربك وتسوي فيك كذي. انا لو منك اروح ما تعرفين تبلعين لسانك. دقيقه اغيب عنك. انت العلوم كذا تسكين بطنك عورك. وخري وخري عني وخري. سمعي يا يمه انت دخلتي علينا وخربتي العرس وياك اللي ياك. الحين يا يمه لا احنا نبي منك شيء ولا انت تبين منا شيء. يعني عاجبك اللي سويته فيني؟ هاي مش قلنا. يلا استهدي بالله وانتي خلاص نسالك الحقيني. بروح المستشفى. قبل لا تروحين المستشفى حبيبتي الحين مو برايلك موجود في القاعه الثانيه. ايه انا لو منك شنو اسوي؟ اروح القاعه اخرب فرحته ما اخليه يستانس اخرب عرسهم الليله اخلي مرته ما تتهنى اطرد المعازيم اكسر الكراسي اخرب كل حاجه. اي قاعه؟ القاعه تسوي. طبعا انا بعتذر عن اللي صار ويعني احنا ما لناش ذنب بس يعني هو الاستاذ بشير تقريبا حظه سيء شويه فبعتذر وممكن نكمل الفرح يعني وعادي يعني ان شاء الله تعدي على خير كل حاجه يعني. اقول يا استاذ يا استاذ الله يطول لي عمرك خلينا من الكلام هذا. كيف اكمل الفرح؟ اكمل الفرح وانتم فضحتوني قدام الله وخلقه؟ اكمل الفرح وانتم هزأتوني عند الله انا لازم ارفع عليكم قضيه. اهدى يا ابن الحلال اهدى. انت ما تحس انها رساله من رب العالمين؟ رساله انه يقول لك يا ولد انحاش. خالد خالد ارجوك
ارجوك لا عاد تتكلم هذا الكلام، سمعت ولا لا؟ خلاص ستوب بليز لو سمحت. اي ستوب، قاعدين بامريكا احنا. خالد خالد ارجوك، انا قايل لك من الاساس ومن الاول انه هذا هذه قصه الحب هذه لازم تنتهي بالزواج، سمعت ولا لا؟ اي حب اي نيل انت ويا ابن الحلال، يا طيب يا اخوي انا احبك، انت داش بنفق مظلم، اطلع هالشارب، اطلع اللحيه. يا خالد ارجوك اسكت يا خالد. خالد هذا اختياري وانا حر فيه، سمعت ولا لا؟ ما تتكلم باللي ما يحفظك انت وياها، خلاص غدا وطس لبيتكم يلا انجلع. انا المشكله مو بهذه المشكله، المشكله لازم اعوضها، لازم اعوضها هالليله اللي راحت علي، لازم اعوضها. وش تعوضها ان شاء الله؟ طق لها رز؟ هذه تعشيها بمطعم 5 ريال كافي عليها. اقول اسكت اسكت ولا كلمه، للاسف اني اتعامل معك انا، للاسف انتوا الثلاثه من يوم ما تعرفت عليكم ها، وهذا بعد لحقكم، من يوم ما شفتكم انتوا وانا عارف انكم نحس وانكم ما تحبون الخير لي ولا لغيري للاسف. بعد اذنك استاذ، بعد اذنك يا بشير، يا بشير بشير واخر يا خالد واخر يا شيخ، لا تقعد تتعامل معي مره ثانيه، انا خلاص ما عاد ابي اتعامل معك. يا ابن الحلال استانس استمتع، هذا يوم عالمي يوم تاريخي. ويا معيس عين الله تراك والقمر والنجوم تمشي وراك. ويا معيس خالد خالد خلاص خالد، انا من يوم شفتكم انتوا الثلاثه وانا قايل انكم نحس علي نحس علي، انتم الوحيدين اللي ما تحبوني ما تحبوني ابدا. حبايب قلبي، من قلب الحدث من قلب زواج اخوي بشير نقول لكم للاسف تابعوا وياي. يعني. عمي 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 ابشرك المرة إيه؟ ها طلعت غلطانة في القاعة بس، ولا انا الحمد لله لا تزوجت ولا طلعت براءتي، طلعت براءتي. اي مرة؟ المرة اللي والله بتسبب لي انت المرارة فيها، اقولك طلعت هي غلطانة في القاعة في القاعة. إيه. اي قاعة؟ القاعة والله اللي بتجيب لي اياها في الارض، انت وصلتني للقاعة طال عمرك. اقول ايش رايك الحين نروح طال عمرك استلم من عندك، استلم من عندك ميمي ميمي. يلا القاعة يلا القاعة يلا. الحمد لله ما بغينا نفتك منه يا معود. اقول لك وين احمد؟ في المجلس. مجلس يسوي؟ على بالي انت مخلي. انا مخلي يعني يشحن بالمجلس الله هداك انت بعد. حول الله ولا قوة الا بالله. زين الحين احنا شو نسوي؟ نفرح يا اخوي، فرحنا وخلصنا بصراحة. انا شميت ريحة الاكل بط راسي بصراحة ومت من اليوع خلاص والله. حتى انا ايش رايك نروح ناكل شباتي؟ لا لا انا ابي اكل يرم العظم كذي شيء دسم. اوكي بس على حسابك. لا على حسابك انت. لا على حسابك انت. خلاص 50 50 50 50 50 50 يلا يلا. الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قم 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 قم. معلش مو متعود على البشت. ما عليه ما عليه. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك مالها لك ولا مال المنبر؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ وش هذه من هذي؟ طول بالك يا عريس، ما هو شغل ثلاث اربع ساعات. روحوا لنا اياه بثلاث اربع دقائق. الله لا يوفق اللي كان السبب. الله لا يوفقه ان شاء الله. يبقى هذه اخر حبه تبي اخذها اخر حبه. خذها خذها خذها. لا رجل ما تبدلون شيء تغيرون شيء اي حاجه. وين بدك؟ هاي زين بعصبغ لها. هذول في ناسي نواجد. مو فيك انت، مو فيك مو فيك مو باغني ولا ما باغني باغني ونص وبياخذني غصب عني. هيا قدامي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هيا هيا سيب قدامي. انا اقول يعني انه يعني 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 تاجل شوي تاجلها شوي، مو بلازم مو بلازم بسرعه ذحين. اقول لك سير قدامي. يلا سير سير ان شاء الله.
الله تخير عليك. ونسيبي وينه؟ بطينا عينه. بطينا عينه. يلا. نسيبي وينه؟ بطينا عينه. ان شاء الله. يا معاك البطة. يلا. حسن الله عزانا وعزاكم. هيا 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 تفضل. هيا بسرعة. مو تشوف هناك؟ سم. شوف هنا هنا. 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 وين فرق؟ هنا. هذا هيا قدامي. هيا هيا. هيا هيا. هيا عاش. يلا. وذهب البطاريق حيثما أتوا. يبا شفيك يا حلو. هلا والله هلا. يبا قاعدة تفكرين فين وأنا موجود؟ لا يبا لا. يلا على البيت. يلا هلا والله هلا. يلا يلا. إيش فيك؟ سامحينا سامحينا حبيبتي. ريلي مسكين فقد الذاكرة. إيش فيك؟ أنا زوجتك وقاعدة تطالع غيري؟ أنت زوجتي؟ إيه. يلا أنا قدامك على البيت. يلا يلا. وذهب العصافير حيثما أتوا. هو كده الفرح خرب يا ريس؟ خرب؟ خرب دي كلمة ناعمة جدا، ده باظ خالص. بس أنت مش ملاحظ يا سني كل ما نتعزم أنا وأنت في حتة بتحصل مصيبة؟ لأنه فينا واحد نحس. بس الواد اللي هناك ده، الواد ده هيخلص العشاء يا ريس، ده خمس طبق يلهفه. خمس طبق؟ لا لا، ده خطر علينا. تعال تعال لو سمحت. الصواني بتاعت الاكل الماء في حد لمسها شيله وحطها في السيارة الكامري. يحط ايه؟ اسمع يا ابني، نص الاكل حطه في السيارة الكامري والنص التاني اترسه في الكورولا ملقانة، فاهم؟ لا لا صرح. فاهم شنو؟ اسمع تعال 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 تعال، الشفل والرقبة حطهم في سيارتي والكوارع حطها في سيارة الحبيب. ما بحبش الكوارع يا عم. يلا بسرعة بسرعة. هذا هنسار حنيكون طار. هي ميمي ميمي، والله والله أنا متهم. أنا تعرف هذا ترى ما صار ولا استوى. ورطتني بعدين، تعرف طلع غلط الموضوع، طلع غلط الموضوع. وبعدين يعني تعجبني غيرتك، حبيت الغيرة اللي منك هذه. بس بسألك سؤال، لو فعلا أنا طلعت متزوج وش راح يصير؟ بقلت لك إيش بيصير يعني؟ ها بعد هذا اللي ناقص ان شاء الله. عجيب الغيرة دي. بس تعرفين يعني انا الحقيقة ما كنت احلم اني انا كنت جنبك. عميمي اضحكي يا شيخة اضحكي. وانا بعد بصراحة يا بشوري انا ما مصدقة انك جالسة سيارك. اقول لك انا حاسة اني انا في حلم. اقول لك قرصني قرصني باغية فوق قرصني. حاضر حاضر. يا الله أنا سعيدة واجد. وأنا بعد سعيد. أنا تخيل إني نفس الشيء، ماني متخيل إني قاعد جنبك. قرصيني قرصيني قرصيني. أسفك إني زودتها شوية. لا لا، على العظم بس على العظم. قرصة الحبيب مثل عظة الذيب ذيب، أقصد أكل الزبيب. أنا عرفت إنك حد، عرفت إنك إنك قوي وذيب. أقول ميمي أيوة. يعني انت ما شاء الله يا رب، اشتا القمر اشتا القمر. انا ما اقدر اطالع يعني اشتا الجمال اشتا الحلاوه. بس انت عارفه لما كنت حاطه مكياج وانت عند الغنم، ايوه كان احلى. حبيت كل الغنم علشانك. دقيقه واحده اروح وارجع لك هوا. هوا هوا. يا البيت جانا. لا لا لا. يا البيت. وينه 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 العسل
المفعول السحري. الواحد كذا يصير ايش؟ مستعد. بس واحد تكتك. اثنين ملعقتين ويلا. ملعقتين ويلا. ثابتة. صار هالصبي وين صار؟ ما زلنا احنا كلنا وغسلنا داينا وجينا على السياره وبعده ما اجاش. شنو كله منك؟ ايش حق تخلينا ياكل؟ مساع كلها نص الضيافه بالمجلس، هذا اذا ما راح الدكتور راح يموت. خالد اذا بدل ما تقول اسم الله حول الصبي يعني عنده صحه. شوفي الدنيا فوضى، يعني مش مستحي قاعد عم تعاكسني؟ مش شايف يعني وحده بهالجمال قابل؟ اي معاكسه اي معاكسه، زلمه بطول بعارض جوزي هيدا مش عم تستحي قدامه؟ شو بك؟ شو صاير معك؟ ايه شافت؟ اعمل شيء. اي اعمل شيء، الرجال ما سوى شيء اصلا. ما سوى شيء؟ انت ما عندك جنس الغيري يعني خالد؟ يا اخوي ترى انا ما سويت شيء، ترى الحركه عفويه. يبا ادري، والله ادري انها عفويه. وعلى شنو في شيء اصلا؟ ايه يعني انت ما بتستحي؟ يا اخوي تبي مني شيء؟ لا يبا سلامتك، احنا ناس ندور الستر والعافيه. انت دفعت الحساب ولا ادفع عنك؟ لا دفعت. الله يحفظك، الله يحفظك، وانت ما اخترت من الشباب الا هذا؟ تبي يدش علينا بالسياره ويمسحنا مسك؟ خالد يعني انت جنس الغيري ما عندك، جنس الرجولي ما عندك، عم اقول لك الزلمه تطلع فيا وتحرش فيا نظريا، وهي فعل انه تركه يفعل. وحالة خلي فلا يمسح براسه، على شنو يطالع؟ انت من شفتي وجهك بالمنظر اصلا؟ سكتت! لا اذبحك الحين. حطت لي الوان راس ما وجه، انت شنو هذا؟ وين ولدك؟ لا امشي واحرك الحين اخليه، وين هذا؟ احمد! يلا. احمد! تعال دافع عن امك! يقولون بعد العنب مضاد حيوي. قوي. تأخرت ليش؟ لا يروح المفعول. حزر فزر، من واقف وراك؟ أحبت هذه نفسي، يدين عمي فرج. معقولة كل هذا الجمال والدلال تقول عني فرج بخنفرة؟ واو، وش الزين، وش هالجمال، وش هالخضرة، وش هالريش الحلو؟ انت قوم بعد، قوم شوف ديكوراتي، قوم. قوم سوي ديكورات. تنسيق منسق مكاننا. خلنا نشوف. ابى اغمض عيوني، بعد عمري ام مريم وقلب، وانا وسط قلبها. فديتك حبيبتي، فديتك يا عمري. عقبك؟ شيء حلو حلو حلو. هذا كله لاجل عينك. استريح. مو فيك سلامات. تستي على قلبي.
أنا باغي أتربع داخل قلبك في وسطه. حبيبة عمري أنت، حبيبة عمري أنت. بشوري قولي كلام حلو. عمري حضنا ما أنا أخجل، لكن حياتي أنت. بعد زيد القرعة قول. طيب يا عمري، أنت عمري. الله. بعد انتي بوسط قلبي. كلام حلو صح؟ انا وهذا الصوت؟ واو، ما وابوي مو فيك؟ ما في شيء. السؤال؟ نعم. مو الحمام وين؟ ذا سوي هوا. وابوي مو فيه؟ لا اكيد خايف، يمكن خايف. الحين انا ماسكه المراه واقول لها تعودي من ابليس وصلي على النبي، واسراره وراسها والف سيف تسوي مشكله، وتقولها لو انا منك قلبت الدنيا على راسها. يا خالتي يا حبيبتي، يعني انت ما حفظتي اسراره؟ هذه اسراره وهذه حركاتها. السلام عليكم. عليكم السلام. مرتك ايش فيها؟ مادة البوز وتمرت كذي وما تسلم، ايش صاير؟ ما فيها شيء، زعلانة بس. وي حد قايل لها شيء؟ تقولي ليش ما تغار علي؟ وي وانت ليش ما تغار على مرتك؟ عاد اليوم مرتك كاشخة. ما اقدر اغار عليها، عندي شغل. فقري احنا من بدايتها كذي. ها سلامة. مو فيك عرقان؟ ها؟ عرقان وحالتك لله؟ زين اقول لك، عق هذه الغترة، فك عن عمرك. عقها بلا غترة بلا كلام فاضي. ايوه. مو فيك. اقول نفس المكان ما تغير؟ نفسه. وابوي لا اكيد صاير شيء. وابوي لا اكيد انا محسوده. هي علي عيون، علي عيون عشان خذيت هذا المزيون. وابوي اقول لك. نعم. تسمع لي انا قاعد اسمعه؟ لا ما اسمع شيء. ايش فيك؟ ركز معاي، احنا قلنا انت فاقد الذاكره بس بعد مو فاقد السمع. اختك قاعده تراكض هناك كانها حصان. ما ادري هذه اختك تبي تقهرني ولا هي اصلا مراهقه متاخره. يا بنت الحلال واللي يرحم والديك، خلي اختي في حالها، هي معريلها. يبا هاي اول يوم كذي، عاش بتسوين بعد سنه؟ بعد سنه انت تبي تجلطني؟ انت تقول الحكي وتنسى؟ انت مو قلت اذا تعدل وضعك في الشركه احنا بنسكن بروحنا؟ اي قلت ان شاء الله تعدل وضعنا وبنطلع بيت بروحنا ان شاء الله، ولا يهمك. ولا رحم والدك. تعال نام. انت ايش فيك؟ انا شلون اقدر انام؟ قاعد اقول لك اختك قاعده تراقب في الغرفه تقول عندها حرب. ها؟ انت سامع صوت اللي برا؟ لا والله. عيني انا ايش قاعد اقول من الصبح؟ اروح امسح مكياجي واتسبح احسن لي. هذه من؟ بصير اشوفه لا يكون صار له شيء. يلا ظهري عورني. فقري سلامات، ان شاء الله ارتحت. لا الحمد لله، الامور طيبه. اقول لك انت جوعان؟ اذا جوعان خبرني، الاكل واجد ان شاء الله. لا. الخير واجد. لا ما عدني بيجوع، نبي الحين طال عمرك. ها مو فيك؟ واو وابوي علامك. مكانه زي ما هو؟ ثابت مكانه، ما تغير. ما تغير بس انا المتحرك. وابوي مو في هذا، باغي يتحول.
وابويا وابوي. لا 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 الرقطه الرقطه سوت حاجه. السحر السحر بدا يشتغل. لا 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 راحت الليله وابويا وفخري. هذه بدايتها. واسوي اي سامح، شفت اللي صار في العرس اليوم؟ مشكله والله. ها عشان عقب ما تسالني تقول لي يا فيصل ليش ما تبي تتزوج؟ اسكت بس، انت اصلا متقدم ثلاث مرات ورفضك. اسكت عاد تبي تفضحنا في المكان. ترى متقدم المره الرابعه وما يندر بعد، شكلهم بيرفضوني. كل كل بس كل كل. على طاري الاكل، اليوم جاي اشوف الذباح والعيوش، الريحه بطت راسي. دش في خاطري ياكل بس صارت البلوه. اسكت بس، اصلا كان بيروح فيها بشير. الحمد لله انها عدت على خير. الحمد لله. رد يا سامح، رد يا سامح. ها لو طالب مليون متصل لي البوس اكيد بيشكرنا على العسل. الو. هلا هلا سامح. هلا يا بوس. سامح وينك يا سامح؟ طول اليوم انا اتصل عليك. حسبي الله عليك. اقول لك العسل وش كنت حاط فيه انت؟ عجبك يا بوس صح؟ اي عجبني عجبني. طل بايدك. سامح سامح العسل العسل تعبني. بطني بطني صار يعورني منه. اي ما حطيت فيه شيء يا بوس. نسمه يا ابو اللي اعطتك اياه. هذا 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 وانت ما حطيت فيه شيء وبطني يعورني. اجل لو حط فيه شيء ايش بصير؟ صدقني يا بوس ما حطيت فيه شيء. والريال اصلا كان وايد يمدحه. بس لحظه قول لي انت ايش كثر خليت؟ ما اخذت الا شيء بسيط. ما اخذت الا ثلاث ملاعق بس. شنو؟ فلاذك فوش؟ فيصل اتصل حق الدكتور.